الحلقة ديت مليانة أخبار مثيرة، يا ريت تكملوها للآخر. وهنشوف أيضا في الحلقة حكم الغسالة الأوتوماتيك في التشريع الإسلامي آخر. وهنبدأ مع إيدي كوهين، كتب عاجل من مصدر استخباراتي موثوق بعد تفجيرات الأجهزة في لبنان، وفد من حزب الله توجه إلى إيران وطلب وساطة خامنئي أن يضغط على حركة حماس طالبا منها كتابة بيان معلنة فيه بأنها لا تريد مساعدة من حزب الله أي وقف معركة إسناد غزة بطلب من حماس، وهكذا للحفاظ على ماء الوجه لنصر الله. نصر الله لن يدخل في حرب مع إسرائيل حالة الحزب ومعنوياته وسلاحه في حالة صعبة جدا. من ناحية تانية العربية نشرت الخبر دهوت، نيويورك تايمز قالت الشركة الموردة لأجهزة اتصالات حزب الله جزء من عملية تمويه محكمة، وإسرائيل فخخت القطع بمادة شديدة الانفجار. أيضا الجزيرة، تل أبيب، صحيفة يديعوت أحرنوت تنقل عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إسرائيل خططت لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريع في لبنان على مدى 15 عاما. وأضافت الصحيفة أن الموساد أنشأ عدة شركات وهمية لهذا الغرض، وأن أجهزة مخابرات إسرائيلية عدة كانت ضالعة في التخطيط للعملية. كريم جايين كتب أليست هذه فرصة جيدة للجيش اللبناني أن يستعيد لبنان لأهلها من يد إيران؟ وما فيش أحسن من هذه الفترة بصراحة. دكتور خالد منتصر كتب نفسي أفهم إيه علاقة الطب بالدروشة، شيخ الطريقة طلع طبيب وأستاذ عظام، يعني هنلاقيها من الظواهري ولا برهامي ولا العريان ولا البلتاجي يقوم يطلع التيجاني؟ طبعا جات له تعليقات كتيرة، فأحمد كتب له طب وإيه علاقة الطب بالتنوير؟ فالدكتور خالد رد عليه الطب المفروض مهنة تنوير مش مهنة بول بعير. حنان كتبت أولا الإخوان مسيطرين على كليات الطب من زمان، وثانيا لأن الدكاترة بيتعبوا قوي وبيتخرجوا يلاقوا نفسهم ولا حاجة، لا تقدير مادي ولا معنوي. نرمين أكدت على كلامها وكتبت كمان كلية الهندسة من زمان والحقوق وخصوصا هندسة اسكندرية مليئة بالسلفيين والإخوان. أيضا كتبت الزواري كان بيدرس طب عشان يعرف يشرح كويس، بس تشريح الأحياء مش الأموات. رانيا كتبت المشرحة والتشريح بيجمدوا القلب يا دكتور. أيضا كتب الدكتور خالد منتصر حين نرى حماس السلفيين لاستغلال قضية التيجاني لضرب تيار الصوفية كله والسيطرة على بزنس الدين كله، فإن ضرب الصوفية يصب تلقائيا في خانة السلفيين ويزيد من رصيد السلفية ولا يصب في خانة انتصار العقل، وتلك هي المعضلة الكبرى، أن تجبر على الاختيار بين السلفية والصوفية. السؤال التالي، هل رفض التيجان يستتبعه رفض الحلاج وابن عربي وابن الرومي إلى آخره؟ هل كلهم باكج واحدة؟ السؤال اللي بعده، كل إنسان مهما بلغت صرامته العقلية يحتاج إلى نافذة روحية يطل منها على العالم، فما هو البديل لكي لا يرتمي في حضن السلفية أو الصوفية؟ إنه الفن، النافذة الروحية التي كان يجب أن تكون ترياق الروح الحائرة العطشة، لكن للأسف مصر الآن تعاني من جفاف وتصحر فني لا يتسع لكل تلك الطاقات الإنسانية التي كان يجب أن تجد لها متنفسا في قصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات إلى آخره. وللأسف الأشد صارت مصر مجتمعا كارها للفن متربصا بصناعه، بينما غبار تلك المعركة التيجانية يتصاعد، لابد أن تكون تلك التساؤلات والتحذيرات والتحديدات نصب أعيننا. فحمادة أحمد
رد عليه قال له ما هو ده بسبب الانفتاح الأعمى اللي أنت وأمثالك من العلمانيين بتدعو إليه. الإسلام حل مشكلة التحرش بوجود محرم مع المرأة عند خروجها من البيت، لكن إحنا دلوقتي بنشوف نساء بتخرج من بيتها لوحدها لزيارة دكتور أو زيارة دجال يطلق على نفسه شيء، وعندما يصبح منفردين لوحدهما يتدخل الشيطان. ومن نظرة إعجاب لابتسامة للين في الحديث نجد الفاجعة وقعت بينهما. المفروض كل إنسان يحافظ على بيته بعدم السماح لزوجته وبنته بملاقات أي إنسان بصورة منفردة إلا ومعاهم محرم كزوج للفتاة أو ابنها أو أباها أو أخيها، وإلا فكل يوم حالات كثيرة للتحرش والزنا. وعد عندك كام عنتيل سواء كان دكتور أو مدرب في الجيم أو غيرهم. فرد عليه الدكتور خالد منتصر وقال له خروج المرأة لوحدها هو السبب؟ يا حرام، ده انت عبقري بقى. انت عارف سبب نزول آية الحجاب ايه؟ ان في شباب من المجتمع الإسلامي كانوا بيشوفوا المسلمات وهن يقضين حاجتهن في الخلاء ويعرفوهم. انت عارف ان كان في المجتمع الذي تحلم بعودته مجتمع الخلافة كان في سوق جواري وسبايا. ميدو كتب له ما انتوا كمان عندكم كرامات وقداسات برضو يا خلود، عندك الهام شاهين مثلا واخداك الاب الروحي. فالدكتور خالد رد عليه قال له كده انت جاهدت واستريحت الحمد لله. وتعالوا نشوف حكم الغسالة الأوتوماتيكية في التشريع الإسلامي من فم شيخ بيقول إيه. بخصوص الغسالة الأوتوماتيكية، غسالة كثير منهم يجهل مسألة الحكم بها. غسالة يقول اللي هي يشبكون الماء مباشرة بها وهي تطهر الملابس، ما في غسالة تطهر الملابس، هذه تزيل الصابون. أما تطهير ملابس ما تطهر، إذا تحط فيها ملابس نجسة تتنجس. شلون؟ لأن هالغسالة هذه شو تسوي؟ شو تسوي؟ هذه فلان من الناس ثوبه فيه دم وحطه في الغسالة وسكر الباب. هذه توصل إلى ماء إلى حد محدود ويوقف الماء، ما تبرح النجاسة موجودة في الثوب. إذا قام الدور يغسل الثوب يروح الدم، يروح الدم، يقول هذا تالي الماء ينكت ويجي ماء جديد. الماء الجديد هذا اللي يجي يوصل إلى حد محدود، خوب الباقي من الغسالة يوم افترت طفر عليها نجاسة من أول تنجس فوق، وإذا وصل إلى حد محدود والماء صار كله نجس، إذا وصل إلى حد محدود ماء طاهر وتالي أغلقت يعني اكتفت بالماء، إذا اشتغلت ثانية اتصلت بالمكان المتنجس والماء هذا قليل فيصير تنجس، فيصير الملابس كلها نجسة. إذا بتحطها في فيها الغسالات لازم تحط الملابس طاهرة. كان فيه قصة عجبتني قلت أشاركها معاكو. مدير المدرسة دخل مكتبه ومعاه الطلبة اللي هتتكرم في المسابقة ومعاه كم مدرس من أعضاء لجنة التدريس، لكن اتضايق لما لقى مكتبه مش نظيف، فرن الجرس ودخل عليه الفراش. المدير عمل ايه؟ هزقه واداله كلمتين قدام الكل عن اهماله وفشله في وظيفته وخصم من مرتبه عشان يتعلم من غلطه. الفراش قال له يا بيه ده انا بستنى المرتب عشان عندي التزامات كتير، انا بصرف على 3 ولاد وبنتين. المدير قال له دول اكيد فشلة زيك، لأنك لو شايف شغلك ربنا هيكرمك فيهم. رد وقال له غصب عني الضغط زاد عليا ووقعت من طولي ولسه جاي من عند دكتور المدرسة، ممكن سيادتك تسأله؟ قال له لا، خد الباب في ايدك. طلع الراجل دمعته على خده عشان الالتزامات اللي عليه. المدير خد الطلبة والمدرسين وطلع بيهم أرض الطابور عشان يكرمهم قدام الكل. المركز الخامس 1000 جنيه، المركز الرابع 2000 جنيه، المركز الثالث 3000 جنيه، المركز الثاني 4000 جنيه، المركز الأول 10000 جنيه. وبعد التكريم قال أصحابكم اللي اتكرموا النهاردة تفوقوا عشان طلعوا من بيت مجتهد، بيت ملتزم وأسرة حريصة بتوفر ليهم جو مناسب للنجاح. وساب المايك لكل واحد يقول كلمة. وبالفعل
كل واحد قال كلمة، ولما جه الدور على صاحب المركز الأول المدير بيسأله: والدك شغال إيه؟ قال له: أنا والدي الفاشل اللي لسه مطرود من مكتبك. طول ما أنت مظلوم ما تركزش، حقك هيرجع إمتى؟ ركز لما يرجع هتحتفل بيه إزاي؟ اللي الناس تخصم له ربنا بيعوضه أضعاف، واللي الناس تحبطه ربنا بيقويه، واللي الناس بتهين كرامته ربنا بيردها له، واللي الناس بتدوس عليه ربنا بيرفعه فوق الكل. دور على ربنا في حياتك هتلاقيه في الأول والآخر وبين السطور. إن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. في سفر العبرانيين الإصحاح 6 وليتمجد اسم الرب. أيضا كان في قصة تانية عجبتني برضو، وأرجوكم اكتبوا لي في التعليقات هل هذه القصص بتعجبكم برضو ونبقى نجيبها لكم. قصة اليوم: صليبي أثقل من أن يحتمل. لاحظت الأرملة الجميلة إن أولادها الصغار بيهربون من أمام وجهها عندما تعود من عملها مرهقة للغاية، فتساءلت في نفسها: لماذا أحمل هذا الصليب الثقيل؟ لقد مات زوجي الحبيب وأنا في ريعان شبابي تاركا لي 3 أطفال، وها أنا أكد وأشقى كل يوم ولا تفارق العبوسة وجهي، كرهني الجميع حتى أطفالي يهربون من وجهي، إني لا أحتملهم وهم يلعبون ويلهون، ولكن ما ذنبي؟ صليبي أثقل من أن يحتمل. ركعت الأرملة في إحدى الليالي تطلب من الله أن يأخذ نفسها منها، فإن صليبها لا يحتمل. ولما جت تنام رأت في حلم أنها في غرفة مملوءة صلبانا، بعضها كبير والآخر صغير، بعضها أبيض والآخر أسود، وقد وقف بجوارها السيد المسيح الذي تطلع إليها في حنو وقال لها: لماذا تتذمرين؟ أعطيني صليبك الذي هو ثقيل عليك جدا، واختاري لنفسك صليبا من هذه الصلبان التي أمامك لكي يسندك حتى تجتازي هذه الحياة. إذ سمعت الأرملة هذه الكلمات قدمت صليبها بين يدي المسيح، صليب حزنها المر، ومدت يدها لتحمل صليبا صغيرا يبدو أنه خفيف، لكن ما إن رفعته حتى وجدته ثقيلا للغاية. سألت عن هذا الصليب فأجابها السيد المسيح: هذا صليب شابة أصيبت بالفالج في سن مبكرة وستظل كسيحة كل أيامها، لا ترى الطبيعة بكل جمالها، وينظر أن يلتقي بها صديق يعينها أو يواسيها. تعجبت المرأة لما سمعته وسألت السيد المسيح: ولماذا يبدو الصليب صغيرا وخفيفا للغاية؟ أجابها السيد المسيح: لأن صاحبته تقبلته بشكر وتحملته من أجلي فتجده صغيرا وخفيفا للغاية. تحركت الأرملة نحو صليب آخر يبدو أيضا صغيرا وخفيفا، لكنها ما إن أمسكت به حتى شعرت كأنها قطعة حديد ملتهبة نارا. صرخت المرأة من شدة الحرق وسقط الصليب من يدها، وصرخت الأرملة: صليب مين ده يا سيدي؟ أجابها السيد المسيح: إنه صليب سيدة زوجها، رجل شرير للغاية، عنيف جدا معها ومع أولادها، لكنها تحتمله بفرح وتصلي لأجل خلاص نفسه. انطلقت نحو صليب ثالث يبدو أيضا كأنه صغير وخفيف، لكن ما إن لمسته وجدته كقطعة جليد. صرخت: صليب من هذا يا سيدي؟ أجابها: هذا صليب أم فقدت ولادها 6، ومع كل ولد ينتقل ترفع قلبها إلي تطلب التعزية، وها هي تنتظر خروجها من العالم بفرح لتلتقي معهم في فردوس النعيم. انطرحت الأرملة أمام مخلصها وهي تقول: سأحمل صليبي الذي سمحت لي به، لكن لتحمله أنت معي أيها المصلوب
أنت تحول آلامي إلى عزوبة، أنت تحول مرارتي إلى حلاوة. يا رب صليبي ثقيل احمله أنت معي لكي أستطيع أن أحمل صليبي وراءك بشكر وبفرح وبدون تذمر. آمين. لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. في سفر العبرانيين الإصحاح الثاني، وليتمجد اسم الرب. نرجع بقى للأخبار الخفيفة. في عمر كتب خليك فرفوش. ايه بقى الحكاية؟ نشر البوست دهوت على الواتساب عميلنا العزيز برجاء الاتصال بنا، فالعميل رد ليه؟ فردوا عليه: لقد تم ايقاف حسابك البنكي بتاعك لعدم تحديث البيانات. فالرجل استغرب: بتاعك؟ اسمها الحساب البنكي الخاص بك. فالتاني اتنرفز قال له: يا عم هتتصل ولا لا؟ فالعميل رد: يا عم ما تبقاش حرامي، خلقه ضيق كده، خليك فرفوش. كريم جايين كتب: عزيزي الشاب، عندما تستيقظ كل صباح اعلم ان حياتك الحالية بهيئتك البشرية هذه ما هي الا نتاج تضافر العلماء الذين عملوا بلا كد او ملل وما زالوا حتى تتواصل الحياة على هذه الارض. في منطقتنا كاد الطاعون الاسود ان ينهي الحياة البشرية تماما، وقضى على 70% من سكان القارة الأوروبية، وفي كل موجة كان يقتل مئات الملايين بلا رحمة، حتى اختفى المرض الملعون على يد المبشر بالجنة ألكساندر يارسين من أسرة فرنسية. نيجي لأقوال جميلة قريتها للساخر جلال عامر، قلت أشاركها معاكم. من أقوال المرحوم الكاتب المصري الساخر جلال عامر: البلد دي فيها ناس عايشين كويس وناس كويس انهم عايشين. الجامعة العربية للإنصاف ليها موقف كبير يتسع لأكثر من 100 سيارة أمام المبنى. في مصر لا توجد محاسبة إلا في كلية التجارة. بعد أن حصل على الليسانس بدأ في تحضير الماجستير، وبعد أن حصل على الماجستير بدأ في تحضير الشاي للزبائن. إذا استمرت سرقة الآثار بنفس المعدل فلن يتبقى في مصر إلا آثار الحكيم. أنا لا أصبغ شعري ولا أعالج التجاعيد، لكنني أقاوم الزمن بما هو أكثر من ذلك، فكلما مرضت صممت على الذهاب لطبيب أطفال. أصبحنا نعالج الدولة على نفقة المواطن، نربي الكلاب في الشقة والفراخ في المنور والأطفال في الشارع. أعلم أن المنافقين في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لكنهم في الدنيا في الصفحات الأولى من الصحف والأخبار. يتوفى الإنسان مرة واحدة في العمر ويموت عدة مرات يوميا في بلد بدأ بأكفل طفلا ثم أكفل أسرة ثم أكفل قرية وقريبا أكفل وطنا. استمرارا لظاهرة التدين الشكلي التي تنتشر هذه الأيام، أصبح معظم سائقي التاكسي يشغلون القرآن ومع ذلك لا يشغلون العداد. معظم الهاربين بفلوسنا كانوا يقيمون لنا موائد الرحمن، وأتاري إحنا اللي عازمينهم. وآخر حاجة مع جلال عامر أمير الساخرين: ثم تسأل حضرتك البحر بيضحك ليه؟ طبعا بيضحك علينا. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.